نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من تلفزيون اليوم السابع، أهلا بكم. نجحت وزارة الداخلية في تحرير محاضر ل13828 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، فيما تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لما يزيد عن 13000 شخص واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 55 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة. كما تم تحرير 1874 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 323 قضية في مجال منع تداول الشيشة. جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. أعلن الدكتور محمد عثمان القشط رئيس جامعة القاهرة إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تنطلق يونيو المقبل. وقال الدكتور القشط في بيان إن الجامعة استعدت مبكرا بخطط شاملة لعقد الامتحانات، بحيث تجمع بين نظامي الأونلاين والحضور، وذلك بهدف تقليل الكثافة الطلابية. وأوضح رئيس الجامعة أنه تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتبريد بكل الكليات وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي. ولطلاب الثانوية العامة، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب الوصول لشرح جميع المناهج الدراسية التفاعلية كاملة ومجانية من خلال منصة حصص مصر مع فيديوهات تفاعلية لكل المواد، استعدادا للامتحانات المقررة المقبل إلكترونيا على التابلت. وأعلنت الوزارة أنه أيضا يستطيع الطلاب الوصول للمراجعات والتدريبات المختلفة في مواد الفيزياء والجبر استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التي تتيحها على منصة إدارة التعليم على بنك المعرفة المصري مجانا. أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن أصحاب المشروعات الصغيرة الممولة من خلال الإقراض المباشر يمكنهم الآن سداد أقساط القروض من خلال عدد من الشركات، وذلك عن طريق أكثر من 15000 منفذ خدمة لهذه الشركات بمختلف أنحاء الجمهورية. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي وفقا لتوجيهات الدولة برقمنة مختلف الخدمات المقدمة للجماهير لتيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد، وهو الأمر الذي زادت أهميته بعد ظهور فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمنع التكدس والزحام. عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع الدكتورة داليا لطيف كبير أخصائيين بالبنك الدولي، وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات التعاون بين الوزارة والبنك فيما يخص تنفيذ الخطط الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة وكذا مشروع تحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى. وأشار شعراوي إلى أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى يمثل محورا هاما في خطة الدولة لارتباطه بأهداف التنمية المستدامة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي دخل حيز التنفيذ. ورياضيا، منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة 48 ساعة قبل بدء التحضير لمواجهة إنبي في بطولة كأس مصر، وحصل الأهلي على راحة يومي الأحد والإثنين ليعود إلى التدريبات الثلاثاء المقبل. ونجح الأهلي في التتويج باللقب السابع خلال مشاركته في السوبر الإفريقي بعد تغلبه أمس على نهضة بركان المغربي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد. ونختتم النشرة بأخبار الطقس، حيث يشهد طقس اليوم انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتد على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. أما بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، القاهرة العظمى 33 والصغرى 20، الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة. إلى هنا نكون قد وصلنا لختام نشرة أخبار الظهيرة من تلفزيون اليوم السابع، بالتأكيد دوما بنوافي حضراتكم بكل جديد على مدار الساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.